A trusted friend once told me to travel south in search of the sun. Only then will you unearth the magic of our world, she revealed. It's like the grass being greener, only it's the light. The light is lighter. For years, I had no idea what this meant, until I discovered Sana'a. Yemen's ancient capital, Sana'a is amongst the world's best-kept secrets. Some people don't even know it exists. But for those who do, they instantly fall under its captivating spell, and I was no exception. Born in Rome and raised in London and Paris, I was used to the strange goings-on of great historical cities. But what fascinates me most about this city is not its unique architecture nor its colorful people, but rather the untold secrets and mysteries that lie hidden behind stone walls. As a photographer, my goal is to capture striking images on film. But what differentiates a mediocre image from an outstanding one is the knowledge of the story behind it. And with this in mind, my journey of discovery begins. Federica! Sabah al-khair! Sabah al-nur, Amal. Oh, eggs again, so nothing new. Huh? Kula yembayet. Hana bi' al-bayet. Machiritilak, fulmutammas. Okay, I'll have one then. Wahid! Okay, okay. Hey, Federico. Hi, Ter. You're not going to believe what I saw. What? Mel! Iowa. That woman again, the one I see most mornings, but there was something different about her today. What was it? Felfel! Iowa. She was wearing the white dress. The white dress. My white dress, the one I gave my fiancée Bilgis the other day. How come? Sahawai! La! Didn't you see? I know who it is now. It's Bilgis, my fiancée. It's been her all along. Bilgis? Malha? Agulish ma adgulish lahad. Nay! Sartab adgulis for Shara Fajr. الصدق تجنن وهي لابسه الفستان دي تدري ده الحين بس تريت مني تايك البنت جننت بلقيس بترقص في الشارع احنا ما اجيش اخرجك من عالمك الخيالي بس ما اعتقدش انه ممكن تشوف بلقيس بترقص قبل شروق الشمس خاطرك قال لك بلقيس بترقص في الشارع قردو جنان What was all that about? Ignore her. She's mad. Come on. Yeah, that. يا بني حرام الظلمه بنتك البنت تشتي زواج خاف من ربك انظر لها مثل ما تنظر إلى نفسك ما هيش حجر هي بشر مثلك ومن جنسك سري بسري على حلا عمري ما قد بصرتش تقومي بدري تشرفنا بحضوركم خلي لها حالها صباح الخير يا عروسه ايش هذا صباح اليوم زي كل يوم هذا نفسه كل يوم ما فيش غيره عجبش ما عجبش تكوني لاسش في الجداء انا ما ناش خدامه وش كل خدامه عند من عند امش اصلش قليله حياه مش عاقله انتي مستعده لعرسك اليوم لو سمحتي لا ذكرينيش باقي ثلاث حفلات قبل العرس ان انا ما اكون اقتصادي ونفع على العرس بحفله واحده لا تصدقيها هي مرتاحه لانهم بيهتموا بها عجل منقش اليوم وتنقشني هيا بسري أكيد إن أنا متأكدة إن النكشة عيقع روعة هي من عند آخر على الناس أتمنى لو يلهمش النكش هذا يا ريت
اليوم ها؟ هذا ما سمعنا. وكيف ينسوا ما يعزموناش؟ ما عزموش ولا واحدة مننا. بيظن نحن مش من مستواهم. عفوا، اعتقد انه كان المفروض يكون اسمي في قائمة المدعوين بحكم زوجي هو مدير قسم شرطة الحارة او ماشي. صبحك الله بالخير. الله يحفظك. اهلا من نكهة الشبايط. هاو تخيلها نحن عن نفتش وناكل في هذه البقعة ويسرون الناس كلهم. يمكن عجب كانت تشتلن دالحينة وتأكلن بعده، ولا انك ما تشوف قدان شهيد كان وترين العرس حقا بلقيس. يو نسيت انك انا مش معزومات. قدان هي دارية من اول ان احنا محناش معزومات او ما. والله ان الحفلة عاد تكون ظلمي بدوننا. والله هذا صدق. اظن العروسة مش هي حق عرس. سمعت ان شافوها بترقص وتغني في الشارع اليوم قبل شروق الشمس. ما هو؟ اسكي قولي لنا ما سمعتي. هل احسن احنا ما نتكلمش في هذه المواضيع؟ اماني يا حبيبتي قولي لي. هتشترين بيض؟ عين نشتري بيض. ادي ثلاث. تسع. ست. قال لي طارق اليوم انه على ما يظن انه شاف بلقيس وهي ماشية في الشارع قبل شروق الشمس. انه كيف عرف طارق ان هي بلقي؟ كانت لابسه الفستان الوداه. انها بتخطى في الشارع لوحدها. اذا قال طارق هذا الكلام اكيد كلامه صدق. رجاء يكون الكلام هذا سر بيننا. صباح ان شاء الله بالخير والعافيه. تروح الحفله اليوم؟ ما حد معزوم. صدق؟ معنى هذا اني ما عاد اعرفش حد من المعزومين. لا وانتي معزومه في الحفله؟ ايوه انا حنقش بلقيس. هدي دي قيمة البيض دي. ناهي 120 على 30. ناهي. هيا حبيبتي. لا حول ولا قوة الا بالله. ينسوا مرة مدير الشرطة ويعزموا على منقشة. لو قلش على حاجة ما عصدقينش. ما هو؟ بلقيس كانت ماشية وحدها في الشارع مفتوح. بلقيس؟ أيوة قال لي هذا الكلام طارق اليوم الصباح. وكيف زيني طارق إنه هي؟ كانت لابسة الفستان اللي ودا لها. ما هو؟ كانت ماشية وحدها في الشارع قبل شروق الشمس. يا أبي ما بتقولي؟ ما هو؟ ما كانتش هذه البنت اللي شافها طارق بلقيس يكون ثمان. ما هو؟ ايوه بين اخرج وحدي احيانا الفجر لكن ما حد يشوفني. بس ما رغستش وما تخليتش عن حيائي ابدا. هذا الكلام اللي سمعتيه مش صدق. ايناس والفستان. كنت راجعه لبيتي امس العشي، ما كان بحد في الشارع، فجاه لقيت فستان. وين كنتي؟ كنت خارج بيت الشاي. وشليتي؟ كان في الشارع. كيف عاد ادري انه حق بلقيس؟ ولبستي وتمشيتي في الشارع. جننتي يا ايناس. ما حد بيشوفني الا طارق وهو في طريقه للجامع. حينها بين ادري انه لازم ارجع البيت قبل ما يمكن الشارع بالناس. My assistant Tariq, born and bred in old Sana'a, has been a great source in helping me discover the treasures of the city, from little-known secret alleyways to grand historic palaces, and of course my favorite of all, hidden gardens known only to true locals. This is a perfect place to observe everyday life in the city, but what I really needed was an opportunity to go beyond mere observation. I needed to know what these people do, what they talk about, how they think. And I knew nothing about the women. All this intrigued me and I was hungry for answers. Only once this was clear could I capture the perfect photograph. What do you think those women are talking about? Other people. That's all they ever do, gossip. It's the same all over the world. ما بيفعلوا هؤلاء؟ أظنهم بيصورونا. يا ساتر. ما ظلك إلا تحيا. قيام يا بنا. What? شوفي كيف بيتعب طول اليوم. الله يكون في عونه. ايوه مسكين. سبحان الله العظيم. شوفي على عيون زرق معاه. عيون زرق؟
ايناس انت ما بدك تنطش فريديكو او ما بتحبي طارق يا عويابه ايش فيه قلت لحسيبه وصديقاتها ان بلقيس كانت بتمشي اليوم الفجر في الشارع ما قلتي يا امل وانا ما دراني انه انتي على فكره قال طارق ان انتي حاليا قوي امانه اكيد لانه بيظن اننا بلقيس هو قال المرال فستان اللي وداه حاليا قوي ان اللي ما بتقولن انتي جننتي عيتزوج بلقيس هذا الخميس وانا ذا الحين عاد اصير انقشها ما تنسيش معي يحب منقشها وهو بن هيا قومي قومي قد بدو يصوروا هيا قومي ولا شي تلبسي الفستان وما بيصوروش قومي هاي ها باي ها It's ridiculous. How am I supposed to photograph women here? You're not supposed to, and you know that. But why? If they're all covered up, even their mothers won't recognize them. It's I. Women are not supposed to be photographed, or at least ask them. Okay then, let's go. I had been told to avoid looking at the veiled women and to pretend they don't exist. After all, the whole point of the veil is to divert unwanted attention. But for me, the more layers of fabric they wore, the more curious I grew. I knew there was more to them than meets the eye. وين هذه الملقشة؟ قلت لها تجي من بدري. أكيد هذه هي بتكون. لا تقلقيش. بتكوني جميلة جدا الليلة. بنتي عروسة بنتي. أح. أنا عاد أسير بسر كيف بيجهزوا الحفلة. تمام. صباح الخير. صباح النور إيناس. إيناس. لا تنسيش اشتي يكون النقش ممتاز واحسن نقش في صنعاء ناهي تمام اخيرا جيتي انا لو ما اقول لك تجي بدري يعني بدري فهمتي تمام I'm going home for a few minutes okay I'll be by the shops then السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله ممكن كات سابافون والسقير؟ ممكن كيلة كيلة ها أنت أمريكي؟ لا أمريكي بريطاني؟ لا بريطاني إيطاليانو من إيطاليا أهلا وسهلا أهلا وسهلا عجبتك اليمن؟ أيوة كثير هذه كاميرا؟ ممكن صورة؟ ممكن صورة شكرا وانت مش انا مصدقه جالس بتشتغل وانت داري ان المفروض تجهز العرس حقك ما عاد باقيش معاك الا ثلاثة ايام ايوه انا داري واتمنى لك العرس الحين قد تغيرت نغمه صوتك انا اقول انك مش متاكد الا متاكد كل شيء تغير اقول ايش بحج ما عاد تقولش لحد اكيد احلفي والله صرت بلقيس اليوم الصبح ما هو اين كانت بتلقيس في الشارع ترقص في الشارع؟ بلقيس؟ أكيد كنت بتتخيل بلقيس بنت ناس محترمين ومعروفين وأنا أعرفها كنت تفعل شيء مثل هذا أبداً كان كفلة ما بتسدر في السنة ذي تتلها ما هو؟ بسرت وأنا متأكد وكان بلقيس بشعرها طويل أسود بسرت شعرها؟ أيوة وكانت حالي قوي الصدق تجنن حبيبي طارق أنت ابن فلاء وحتتزوج ببنت ناس محترمين لازم تبطل هذه التخيلات اللي ما لها معنى أكيد كانت وحدة ثانية وتقدري تصور لك من هي بلقيس والله نصت وتقدري تسأليها أنا عاد أسألها Vote to buy Okay, who knows the vote to buy? Good Ready? Buy, to buy something I buy, you buy, he, she buys, we buy, and they buy Right Adam, give an example I buy a red apple every morning. Good. Have a seat. Are you listening to this in the back? Are you listening at the back? أنت تقعد سكرتيرتي وأنت تقعد مساعدتها وأنا وأنت تقعد المحاسبة. Who can put the verb to buy in a sentence? You, Muna. Put the verb to buy in a sentence. Okay, خليني أسأل سكرتيرتي الخاصة.
In the real world, you may not have any secretaries. Now put the verb to buy in a sentence. Make a sentence using the verb to buy. Make a sentence using to buy. Hold out your hand. Hold out your hand. لا تضربني عتب اللبي. I'm going to speak to your father myself. Now hold out your hand. أنت مشاهدين. I said hold out your hand. أنا أتحدى لو كنت تضربني عتندم طول عمرك. Ravi! Ha ha! Ah, هذا صاحبك. أيوة, my friend. هذا مجنون. لا مجنون, لا. أظن إنه هو بشر جني. لا جني, لا. لا, الجني موجود هذا اليوم في كل بقعة. وهذا ما هو بشر. سورة جني ولا فما؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أعوذ برب الفلق. No genie. Jin not real. ألا الجن موجودين وقد ذكرهم الله في القرآن. من قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. قل كله. قل من الرجال الذي يد كبير. أيوة. بيقول على إنه جاء الجن العشي وكانت يده مثل هذا. لا لا لا. بل يده كبير كبير. That's a very funny story, but نكتة, ها؟ نكتة. يلا نكتة. ماشي نكتة. هذه قصة حقيقية. جاء لها الجني العشي وكانت رجله مدري كيف فيه. مشي مثل رجل البقر ولا رجل الجمال. Goat, Maz. أيوه. Maz, حياك الله. لكن الجسم اسم إنسان وبعدين فيه ناس الكرو. هذا مش جني. هذا عفريت. جني ولا عفريت كل واحد أشد من الثاني. انتبه, هذا الأيام الجن موجودين وبعدين بهية بشر. لكن كنت أكد من رجلهم. إذا كان رجلهم أرجل معز فأكيد إنهم جن. Okay. So, if you see me with a big hand, then you know I've met the jinn. Tamam? Tamam! Ma salam! Ma salam! كلاك جني! والله والله لو بسرها الجني لا يفتجع منه ويهرب منه ما شافه. طلع عملك هذا الحين عقع لك وظيفة سواء عرسك يوم الخميس وبعدها حيكون لك أسرة شي تصرف عليها لازم تقع رجال قادر قدو وقت لما هذا مش عمل سواء اشتقى مصور وفضل قال ان انا موهوب يحفظك الله انت ابن ناس وهذا العمل ما يناسبكش ولا تلحقش ورا كلام صاحبك هذا صاحبك معي خافش على مصلحتك اكثر مني بطل خبالة تاريك بس مخطأ مع السلامة قلي الحياة ما شاء الله انكش حالي قوي والله انه روعة شو حالي قوي يعني اللي حالي ماما منى ما به لما جيتي بحينة من المدرسة ضربني بالمسطرة الضربة ضد القانون من ضربيش الاستاذ رافي الجديد أستاذ رابي؟ أيوة الهندي الهندي؟ لن ضربش؟ فعلت شيء غلط؟ ما فعلت شيء قال لي فعلي جملة فيها الفعل توباي
وانا قلت لك علي جمله فيها الفعل تو باي، هذه جمله او ماشي الا هذه هي. خلاص لا تقلقي يا بنتي، والله ما يزيد يضربش مره ثانيه. كيف يموت يده على بنتي؟ اصير اتصل بهم للحين انا. اكيد بتكذبي. واحدة انا تجي بسرش. من هي؟ هذا اخت طارق. ايوه خليها تدخل بسرعه. قولي. السلام عليكم. وعليكم السلام. لا شغاله حقكم هي هكذا. كيف حال العرس؟ الحمد لله. كيف انتي؟ الحمد لله. وجيتي لهنا تقولي لي انك ما عجيش العرس. ما عجيت لهنا على ما اسالش، لان طارق قال لي بحاجه ايش اتاكد منك انت بالذات. ما به بيقول نفس ريش الصبح بدري خارج البيت. اين ما خرجت اليوم؟ بس بيقول نفس ريش في الشارع. بالقيس في الشارع بالصبح، هي ما تقوم الا بعد الظهر. هذا مشوا على شامنا. كان مش انت الذي كنتي في الشارع الصبح بدري؟ طبعا لا، كيف اخرج في الشارع الصبح بدري؟ كان من هي الذي كانت في الشارع بفستان للداري شو طارق؟ لابسه فستان في الشارع؟ ايش هذا الكلام؟ بس هو قال انه بسرش. غادة كيف تفكر اني افعل مثل هذا الشيء؟ على العموم حبيت اتاكد قبل ما تقعي مرة اخي، لان المرة اللي بتروي في الشارع ما تصلحش لخي. صدقيني ان البنت اللي شافها طارق ما هي شنا، هو متاكد انه نفس الفستان. ايوه قد خيطوه خصوصا، ليش؟ ما بيش مثله. مديحة يا مديحة بسرعة اطلعي جيب الفستان اللي جابه طارق. الو الو حسيبة. ايوه حسيبة معش. هذه نور، الظاهر اني حتى تعزمينا للعرس. حصلت مصيبة. يا اختي ماذا؟ الاستاذ اللي بيدرس منا ضربها. يو ما فعلت هذه المرة. ما فعلت شي. وانت داري انه ضرب الطلبة ضد القانون. ايوه صح صح. هو انا قلت احسن اقول ليش وانت تقولي لزوجيش مدير الشرطة هذا الموضوع. ايوه عاد اقول له. بسم الاستاذ. اسمه رافي وهو هندي. لا تقلقيش انا عاد اقول لزوجي هذا الحين. اسلمي انا داريه ان شنت اللي عاد اقدر اركن عليها. مع السلامه. قلتي لي انا معزومه اليوم في العرس، بس يا اختي ما تعتقديش ان العزومه جت متاخره شويه. لكن شكرا على العزومه، بس انا معي عمل لكن عاد احاول اجي. اسلمي عاد احاول. هيا مع السلامة. عزمت عليش؟ ايوه قد قلت ليش انهم ارسلوا العزومة ما وصلتش. المهندي دايما محظوظة. الفستان مش موجود. ما قلتي؟ مش موجود في الدولاب؟ انا دورت لما لقيتوش انا مفعل لكم. منى سير تأكد انتي بنفسك. هذا الشيء خلي الواحد يجنن. انا حسن هذا الفستان. يمكن في حد سرقوا مناش. يمكن به ناس خيرت بيسيروا ويجوا يعاونونا بالعرس، لكن من عيب على هذه الفعلة؟ هذا الشيء يخلي الواحد يجنن. يا منى ما لقيته. ما بتدوروا؟ وما سرقوا الفستان الذي اداني هو طارق. No!
دريكا، كيف حالك؟ الحمد لله. ها؟ تفضل. لا شكرا. ايش هذا؟ هذا نقص. نقص؟ لايك هنا؟ نو نو حنا نو نقص. النقص يجي اسود، اما الحنا فهي حمراء او بني. Hey Tariq, do you know what is that? It's nuts. It's beautiful. I want to take a photo of it. ممكن صورة؟ No, no, مش ممكن, no. Oh, please, come on. Please, لعنو بليز. Please, can you tell her if she knows someone who let me take a photo of the Nagsh? تعرف في أحد يرضى يصور ونكش فيها تاء؟ هذا أمر مستحيل يا طارق, وأنت عارف فهمه؟ No, it's impossible. Why? You can't photograph women's bare skin. Can you have it done, and I will take a photo of you. Me? Yeah. You must be kidding. Men don't work. Besides, last for weeks. My wedding is in a few days, remember? Okay, well, then I will have it done, and you will photograph me. You? Yes. You stay in Tagish. Maho? Rajal in Tagish. Yeah, why not? I be afraid you call I. I want to, really. Tell her. أصدق فيك وبالي منقشة ما فيش بعدها لكن مدري يا عصر ضاء ومع وأعتقد إنها فاضية بعد العصر. This afternoon? Yeah, perfect. We do 3 o'clock in my hotel, okay? Are you sure? Yes, I am. الساعة 3 في الفندق. إن شاء الله إن شاء الله يا فريديكو. Okay, thanks. Okay, okay, okay. يا حسيبة. أيوة. جاوبي. أنا. شفتوا شفتوا يشتوا يعزموا علي شخصيا خاطر كان. اهلا حسيبة, كيف انتي؟ الحمد لله. انا شغليش اليوم ما نفعل, لكن بها امر مهم اشتي اقول. شيري اختي, كتكلمت زوجي بحكايه الاستاء. هذه مشكله ثانيه, به واحد سرق الفستان الجديد حق بلقيس. ما هو يا اختي؟ واحد من الفساتين التي تداهن خطيب بلقيس لها. يا اشتي تقولي لزوجيش هذا الموضوع, في نفس الوقت شتيش انتي تابعي هذا الموضوع, انتي دايما داري بكل صغيرة وكبيرة. هانا اسلمي اختي على هذا التقسلمي. خلاص قوة اديني خبر لدريجي باي شيء ولا على شيء اركني علي. في امان الله. ايناس ايش تقوليش على حاجة مهمة قوي؟ وانا كمان ماش عمل اليوم تنقشي مصور الايطالي. ما هو بعد مش عاق رجال. ما هو العيفي هذا الرجال ما ينتقش. سألت بالله كيف نقولنا ايوه فين نقشه. انت بعسيرش تنقشي لوحدش, شو اللي يخش الصغير محرم معش؟ والعلمش طارق عيكون موجود وانت في قرات نفسك السيري سيري وبس. اسكت من الخبالة, حتى لو اشتري روح ما يصلحش اروح. فين المشاكل لنا فيها؟ ايش المشاكل؟ سرق فستان بلقيس, الظاهر انه السارق رجمه. المهم انا لقيته, ذا الحين يقولوا انني ما عاد افعل. الاحسن انك ترجعيه وتقولي لهم الصدق. تكونيش غبيه لهذا الحد. بعد اللي قلت لهم عذروا انني اللي كان يكتشف في الشارع. ابصدي شعمان. وطارق كمان عذره. والله انها مشكله. اين الفستان؟ في البيت مخبئ. تمام, خلينا نفكر ما نفعل في هذه المشكله. ذا الحين انت سيري نقشي هذا المصور الايطالي وخلي هي طبيعية ولا كأنه في شيء. الساعة 3 في الفندق وبعدها نلتقي. هاي وين الباقي؟ كلهم خارج, ما في حد في البيت إلا أنا وأنت. على فكرة صرت لعند بلقيس. صوت؟ أيوة أيامة. سألت يالا اللي كانت في الشارع؟ لا جينا نصدق. أيوة المدعي تحاكيني. طارق ما كانت شيء غركت ما زلتي ولا بديتي. سرقوا الفستان حقها وما حد داري من سرقه. سرقوا؟ أيوة يعني ما كانت شيء. ماشي تقول هكذا النور ما تدخل في مشاكل. انت داري لو يدروا الناس. تخيل ما يفعل أبوها لو يدري. كد ما أنك اللي عرس بهذا. ماشي يا طارق ما احتكتش, شكلها كان بيدي الصدق. كرميلي تايكا البنت ما دراني ولا شي درا. ليش بتشغل نفسك بهذا الموضوع؟ حتتزوج ببلقيس يوم الخميس والحفلات كانت حتبدأ من اليوم. انسى هذا الموضوع. خلاص شبعت. خايف على رشايتك على ميد العرس؟ أيهن عرفتي ان الفستان مش موجود؟
اليوم الصباح. أي حين دعتك دي ضاع؟ مدري؟ مدري؟ أنتش عارفة أي حين ضاع؟ يا فندم بنتي قدي عايزتزوج وأول حفلة للعروس عتكون اليوم وعد باقي على الأقل ثلاث حفلات ثانية والناس بتصير وبتجي يومية المهم دوشة. احنا عارفين يا حجة بس انتو بتشكوا في حد؟ لو كنا بنشك في حد ما قلنا لكم تجوا. طيب ممكن تقولي لنا كيف لون الفستان هذا؟ ليش تكلم؟ المفروض الكلام هذا على لساني انا المفروض اتكلم. اسف يا فندم. ما هو السؤال؟ ما هو لون الفستان؟ انا عارف طبعا. ايوه يا اختي ايش كان لون الفستان؟ لون ابيض وفيه فضه. ابيض وفيه فضه بس؟ ايوه فضه على الصدر مذكور مره واحده بس. ما بيتي لهم من الاستاذ. قد به خبر من هذاك الموضوع؟ اي طبعا طبعا الموضوع احنا عارفين به وعارفين موضوع الاستاذ كامل ما تقلقوش. بنتي انا اسالك سؤال، الاستاذ ضربش قوي؟ اي واحد تشوف يا فندم. انا اشك في هذا الموضوع. لكن ما تقلقوش يعني الاستاذ موضوع الامان القان نتفاهم معه، احنا عارفين انتم مشغولين ومعاكم عرس ومشغولين قوي قوي. مبروك يا بنتي. مبروك. حصيبه. وانا على دور عليه لو ما لقى كل شيء بيكون تمام. كنت بين اظن ان اليوم حيكون احسن يوم في حياتي. يا ساتر ما بيسوي هذا الرجال. اي نو اذا كو هبسري اظن انه لعبوا بعقله الجن. يا قلب حب الحب ودوب في محبتك ودوب اللي مدوبة يا قلبي يا حب اللي حبة عليكم. أنا طارق، هذا رسالة بلقيس الشيد مكينيها بس بدون ما يدري أحد. لو سمحتي هذا رسالة مهم قوي. عزيزتي بلقيس، أنا فاهم ليش كذبتي من الخرجة الصبح، ما يهمني ما بيقولون الناس، خلي هذا السر بيننا. طارق لو سمحت يا رافي.
السلام عليكم. وعليكم السلام. ايش فيه؟ انت رافي؟ لا رافي، فريدريكو. فريدريكو؟ طيب فين رافي؟ رافي عندك موجود هنا داخل؟ هي رافي؟ لا لا، he's not here. No. انت شفت رافي؟ شفت رافي اليوم تودي؟ ايوه، this morning، صباح. شفته صباح؟ فين؟ في اي مكان شفته يعني؟ فين؟ كيف تحكى مع واحد ثاني؟ طيب خلاص اقول لك، لو شفت رافي، لو جاء رافي لعندك لهنا، تقول له ان الشرطي يشتوا يتكلموا معه. مشتين؟ انت بتفهم الكلام؟ والله ما لك علم. اقول لك ادخل الحمام احسن، ادخل الحمام. والله ما ودك. I couldn't even begin to think what Ravi must have done to warrant the police coming round to our flat. After all, he was one of the most harmless people I'd ever met, despite his tendency to exaggerate. But he was definitely not one to break the law, unless of course he broke a rule in the unwritten book of do's and don'ts. In other words, did something abe. This was something far more obscure. So obscure that I too rarely noticed breaking these rules myself. And I was about to do so again. Salam alaikum. Salam alaikum. أنت من ناكشة؟ أيوة. اتفضلوا. I just want a ناكش on my back. اشتري ناكش في ظهره. تمام. Just take some shots from start to finish, okay? Okay, don't worry. Little did I know that for both Tariq and Amar Nagisha to be in the same room was unheard of. Any woman must have a chaperone, by way of a father, an uncle, or even a brother, when in the company of unknown men. Despite their attempts to make everything appear normal, there was an air of discomfort smothering the room. لا، ما اتفقناش على تصوير. بس احنا هنا على هذا الأساس. لا، أنا هنا على سبب قش مش هتصور. What's wrong? She doesn't want to be photographed. Okay, okay. Take her out of the shot then. No problem. إن أمانة ما تتعبيش. كودش بتتحملي هون البيض طول اليوم. وانتي أمانة ما بتتعبيش جساف البستان. تتكلمي في الناس. بغير سماجة. قولي لي. ما انتش دارية بشي من الفستان حق بلقيس ضيضة؟ لا لا ولا شي. الظاهر انهم سرقوا. سرقوا؟ مش هم داري من الذي سرقه؟ لو احنا داريين ما سألناش. يا اختي بلقيس هي غنية ومعها فساتين خيرات، ما هو شي عند هذا الفستان. هذا مشكلة كبيرة. بعض الناس بيقولوا ان طارق بيحب البنت الذي بسرها اليوم الصبح. بيحبها؟ وبيقولوا ان ما يشتي يتزوج الا بها وبلقيس عاد تجنن. اظن ان الفستان عندها. يمكن ما تشيش احد يدرى ان هي بتخرج الشارع الصبح وهي لابسه له. انها عاد تخرج الشارع ترقص بشعرها بغير سماجه. لا قد سمعت شيء. انا غدا اقول لك انا يا خواتي لا هي خاطرك. للمي مستعجله هكذا. مستعجله تفقص البيض. مش هو هذا الفستان اللي ايوه هو هذا. انا متاكد انه هذا. من جالس في هذا البيت؟ حقنا المنقشه. اي ناس قيام يا بنات. They say it wasn't Bilqis. What are you talking about? Who wasn't Bilqis? The girl wearing the dress this morning. Someone stole it. It wasn't her. So
What does that mean? And how could you have made that mistake? I don't know. Are you sure? Don't you know what your fiance looks like? أقربي شوي لهانا. Well, I was given a photo, but it wasn't very good. And we did know each other when we were children. But they said she is very beautiful now. Then you're a very lucky man, even though you don't know what she looks like. Yes, I am. Hazır Jai. Said she is the most beautiful woman in Sana'a. Ama. ماهو؟ بلقيس، حالك وي؟ هذه مسألة ذوقك، وانت ما تحب. في جمال خارجي وفي جمال داخلي. ما بدك تصدق بهذا الحكي. ولا شيء. تعرفي بلقيس؟ ايوة طبعا، انا نقشتها اليوم الصبح. سمعتي شيء فستان ابيض؟ ماني داري ولا شيء من الفساتين. حجة ما بتسوي؟ ايش في ايش في يا بنتي؟ حجة بدنا نعاون اينا. بتعاوني؟ ايوه. لا وانت داري ما بتفعلي. ليش في شيء؟ تعتقد ان حتسرق صوتك؟ ليش ما يكونوا لقيو مثلا؟ بس كيف علقوا؟ ممكن انه واحد لقيه في الشارع وظن انه حد رجمه. والما افعلوا هكذا، هذا فستان غالي قوي قوي. ايوه باين عليه غالي. قد بسرتيه؟ شفته قبل فتره عند بلقيس. وعجبها؟ مدري قصدي نسيت. خلاص تشتي تصور؟ الحفل ليلى ان شاء الله. عفوا انا اسمي طارق. انا داريه. وانت ماشي اسم؟ اسمي ايناس. هذا اخي ياسين. اهلا يا ياسين. هو عازم من 4 سنين من حين مات ابي وامي. مش هو مريض لكن ما يشتيش كثير من هذه الساعه. مسكين. انت اللي قالوا انها بتمشي في الشارع ارقص. ما هو؟ كيف ارقص في الشارع؟ اها اعترفت انها هي كانت لابسه هذا الفستان. هذا الفستان عليه بلاغات كثيره انه مسروق. انتي؟ انا ما سرقت الشيء، انا بس لقيته مرجوم. مرجوم؟ يلا تحركي معنا، تحركي نحقق معش علشان هذا الفستان، ونحقق معش ايضا علشان وجودش في هذا المكان الحالس. يلا يلا هيا خرجي خرجي هيا اخطا خلينا نطوي البيت مش انا فاهم بنك انها بلقيس ماشي مشي هي حلم بلقيس السرقه بس هي قالت انها ما سرقت السرقة كذبوا خلينا ننسى هذا الموضوع كله هيا اخطينا ضوي Federico, it's me. Hey, Ravi. Shh, not so loud, not so loud. What's going on? I'm in very big trouble. Okay, wait, I'm coming down. What's the matter? The police came looking for you. I hit a young girl at school today. You did what? Yes, and she's a daughter of Big Sheikh, and she told me I would live to regret it, and I am already. I'm in big trouble, Federico. Oh, man, how can I help you?
No, no. I just noticed a huge crowded police, and they look like they're on a mission, and I feel that I may be that mission here. Okay, I have to go now. Wait, where are you going? I don't know. Can you pack a few of my things? And I need my passport and plane ticket. Are you leaving the country? Come on, Ravi. Can it be that bad? Give me, it is, my friend. Meet me around midnight when it's quieter. Where? I'll sail at the garden by the first bridge. Okay. They come closer after me. Wait! Ravi! Ravi! عفوا على الازعاج المره الثانيه. احنا عارفين ان ثم مشغولات قويه. سمعت انكم لقيتوا الذي سرق الفستان. ايوه تلقيناه طبعا. بس بتحلف يمين وبتقول انها ما سرقتش. من هي؟ مساعد. يا بندل. هات اللي معك. على طول. تعالي ادخلي. تعالي. من هي هذه؟ ادخلي يلا تعالي. هذا المنكش ايناس. انتي؟ انتي اللي سرقتي فستاني؟ ما سرقتش فستانش، انا بس لقيته. لقيتي؟ ايوه لقيته مرجوم في الشارع. بصيروا على كذابه. انا كنت بين اشك فيش من الاول. ما عاد فعلوا بها. انا اخذها معنا ونحقق معاها. وبعدين نقرر مع نفعل بها. شكرا يا فندم، فعلا كنتم متعاونين معنا. هي يلا تحرك وين؟ مديحة رجاء ما تتدخليش. لاني ايناس تقول الصدق. اسكتي. لحظة خلوها تتكلم، خلوها تقول أي شيء. بتقولين أنت عارفة باللي حصل؟ أيوة، لأن أنا كنت موجودة، طفت الكهرباء، وصلت الهدية اللي بالقسم من خطيبها. يوه ها هذا من خطيبش. نهيمة ليش بتصيحي؟ وأنا ما دخلني بزلش، خطيبي ولا خطيبش. أوف. أي. موعد سام تخيل هني عدل بس هذا ماله بسرعة على حلافي سري كيف صحة قام طلبي لا ترجمي شو هدية ما يصبرش ترجمي وانتي ما دخلش حقي ولا حقش مش عاقلة هذا الكلام صحيح طبعا لا كذابة لا مديحة تقول الصدق بلقيس خس فستان شفته في حياتي شوفوا المنقشة بس يعجبها ذوقها مش مثل ذوقي عفوا على ازعاجكم يا فندم الواضح ان المساله كلها كانت سوفه ما هو سوفه معنى هذا ان المره هذا تقدر ترهنا ايوه اكيد هكذا بكل بساطه لا مش معقوله الكلام هذا رجاء كونوا تاكدوا قبل ما تزوجوا السلطات هيا ما هو يا فندم خلاص نروح انا ما عاد باقي ها يلا هو ما حد يصدق نسوان الا احنا اعوذ بالله والعينات يلا هي اسلمي الله يسلمك ايناس خلي لي الفستان يعلم الله ما ربيت من بنات قدو عصر يلا اكتبين تجهزي عيش المعازيم ذا الحين انا معزومه ايوه عيشوا المعازيم ذا الحين احسن انك تسيري تلبسي ما شاء تاخري وانا بين اقولها كذا من الصبح يلا بسرعه خليليش عاد اسير لبيت العرس بعد شويه ماشي شيء صدقني انت خاطري سوا بلقيس اجمل بألف مره وعاد سعدك قوي المهم نسمع شيء هي منقشه وبيقولوا انه ما بيش لها اهل ما دخلنا في هذا الموضوع ما قصدك جيتي تقنعني انك بتحب وحده ما بيش لها اصل بدلا من بنت الناس والاصول ما دخلنا في هذا ايش تحس بالسعاده ايش تحس اني بين احب لو مره واحد في حياتي
أتعرف معنا الحب مع بلقيس مع الوقت. ولو ما قلتش أنا ما بتقولي. هاي قاع بإذن الله قدرك فيها تخالقك. ولا قدر الله مع ثانية. ما تقصد المنقشة؟ أولاً هي. رقاصة. لا يهمني إيش الرقص، يهمني قوة شخصية الطالب. في الرقص بالشارع؟ مش عندي دار ما معنى هذا الرقص. أنا إنها مجنونة وما عادش بعقلها. ما فهمتيش، هي بتمتع بالحياة. والقرآن ذكر الدنيا وآخر، وأنا ما بنتحقق إلا من الآخرة. لو بس بسرية ما تشد نظري أنا. بين أحس إني بين أحبها صدق. طارق، بلقيس ملكة الجمال. والاسم يدل على المسمى. بلقيس عاد سعدك قوي. وذحين بطل الخبالة. وافرح قد عاد تتزوج. صدقني، بلقيس عاد سعدك قوي. وأنا متأكدة وحترجع تقول رعاش الله. أنا بسر. ناهي. أنا بسر. ليش ما يغصبوا علينا؟ كفاية. دوايا إيناس، لا تعذبش نفسك يا أختي. كنا عارفين من البداية إن النهاية عتوقع ألم وبكاء. ليش أنت بالبكاء؟ ما ذنبي أنا؟ ما فعلت يا ربي لو ما تعذب هكذا؟ استغفر الله، أكيد في حل. كان ما هو الحل؟ أنت حر، ما فايدة الحياة؟ استغفر الله، شوفي نفسك حال يوم مثل القمر وطحطوحة. أيوة، وبعدها فقيرة ويتيمة، حتى الكلاب عاد عيشتهن أحسن مني، عاد بيلقوا رحمة من الناس. أما أنا أسكت من كلامي هذا؟ حبيته يا أمل، حبيته من كل قلبي. للما سعادة لبلقيس وأنا ماشي، للما إرادة الله، القدر ما نقدرش نغيره. لكن حبيته. خلاص يا إيناس، خلاص انتهى الأمر. هذا لازم تقبليه وتمشي. ما هو تشتي كلهم يضحكوا علي، كيف عبصروا الناس لو يجي مرة ثانية؟ خلاص لا تخليهم يبصروا وشش تحجبي. مانيش داري ما فعل، قد أنا ضايعة، قلبي مجروح، مقدرش أعيش بدونه، ما أشتيش الحياة بدونه. قادر الله يديليش واحد أحسن منه. الله كريم، أكيد في أمل في النهاية. الصبر ولي حين
طول عمري والناس بيصبروني، ما عاد قدرش اصبر، الموت احسن لي. لا تقوليش هذا الكلام يا اختي، هتحتل وعيسلش الله كل خير، هذا امتحان من الله. الصبر يا ايناس، الصبر. What's wrong with you? You look awful. Awful? Thanks. So what happened? You just disappeared. The police came to your hotel. Yeah, they were looking for Ravi. No, they weren't. They were looking for Ines. Ines? The one who did your naksh. Why? She stole the dress. She stole it? It was her I saw this morning wearing it. Oh, man. And what's going through your head? My wedding is in a few days. I don't know what to do. What are your options? To marry my fiancée Bilgis, or... Or what? I don't know. Maybe I have no options. Everybody has options, Tariq. We just have to find them. But maybe I was mistaken. Maybe in some circumstances there are no options. Bilkis was playing the part of the perfect bride, wearing the right clothes and having the right party. But what she was unsure of was whether or not she had the right groom, and indeed, whether or not Tariq had the right bride. Tariq remained distant all afternoon, as though he was consumed in inner dialogue. Despite offering to listen, we both knew I was in no position to offer sound advice. I couldn't even pretend to understand what he was going through. But what was clear was his look of sheer desperation. He was lost and in need of help. Do you want the tripod? Yes, please, put the tripod on. You have to go back a little bit. Everybody move back. Go on. Back a bit. The little one here, okay? Sura, Sura, Sura? Sura! خلاص ريحت نفسك. كيف عدرتها؟ قلت لهم ما بش مع احساس ولا مشاعر. هي خدعتني، كل سرقت الفستان. اولا هي ما سرقتش الفستان. والذي حصل انه بلقيس رجمت للشارع، هذا الكلام الذي قالته اختها لمدير القسم. قالت انه ما يناسبهاش وما يلقش في مقامها وانه حقي بدو. بلقيس قالت هكذا؟ ايوه قالت هذا الكلام. اما حين بتقول ان ايناس خدعتك، هذا مش بصدق. ايناس ما تجرح مشاعر الانسان الذي حبته. استحي على نفسك. ما قلتي؟ قلت استحي على نفسك. قبل هذا قلت اللي بتحبه؟ ايوه ايناس بتحبك يا طارق من اول يوم شافتك فيه. وللما تقول لي؟ للما ما تقول له انت ابن فلان. وهي مسكينه منقشه. ويمكن كان خرجتها الصباح عشان تلفت انتباهك. كانت شين انتبه لها من اول؟ ما ادري للما، لكن انا متاكده انك كانت شي تخليك تبصرها. اما انا مش بصر صورتك. راعي راعي وانا بين احبها.
باقي غير 3 أيام للعرس. قولي لي ما فعل. قاعد رجعني ودبر نفسك وبطلوا لعب العيال أنت وهيه. معاكم عقول وقلوب، حرام عليكم حرام. ماذا الحين خليلي رحلي أسألك بالله. Hey, everything all right? She just told me Inez is in love with me. So, what are you gonna do? I don't know. But I know one thing. I love her. The answer seemed obvious, but I was beginning to understand that what may appear so simple in the West was in fact something far more complex here. At first, it was easy for me to ridicule anyone talking of love when the person they're supposed to be in love with is no more than a stranger to them. Like Tariq's engagement to someone suggested to him by his mother or sister. And yet he was eager to trust them and oblige. But now Tariq had fallen in love for himself. And from my own experiences in this most reluctant of romantic cities, I too began to understand that falling in love could be instant. And despite the blackest and thickest of veils, the mere glimpse of the eyes behind was enough to captivate any man. A defiant burst of courage, Tariq decided to cross the boundaries of Aib and follow his own heart. حكتني أمل قبل شوي وقالت لي كل شيء وقالت إنك بتحبيني، هو صادق؟ إيناس أنا بنحبش، لكن أنا مرتبط ببلقيس، مش أنا داري كيف أهرب من هذا المشكلة، مش أنا داري ما أفعل. كلم مجيد. مش أنا داري، اشتكم بس جنبش. ما بش فايدة من هذا الكلام، تعذب نفسك وتعذبني معاك. رجاء خلي لي حالي. صدق انه عذاب، لكن انا حبيتش من اول ما بستش، حبيت كل شيء فيش. بس يكفي، لما بتقول لي هكذا؟ لاني مضطر، تعبت خبئ. ايش تدري انت بتحبيني مثل ما بنا حبيش؟ ايوه. إذا انتهي الفرصة سعدش، جاي معي. جننت؟ ما فيها من جناء، بنحبش انتي بتحبيني، ونشتنا اجتماع ما حد يقدر يمنعنا. وأنا عن سير. أرض الله واسعة. ولي حين، عن تعب، وعاي القونا. ما عالقوناش، أزعلي شوي بعد عن سو. بلقيس؟ مش أنا داري، أكيد عاد لقاها غيري، قدري قدرش واحد وهي لها قدرها. أخي ياسين وجدتي. يونس اختم على الليلة، أنا داني شي دعشي معي، خلينا نعيش حياتنا. يوه بس أنا منقشة. ما فيها، على الأقل أنتي تعتبري شي، وأنا دحين ما أعتبرش ولا حاجة بدونش. اختم معي ما قلتي. خلاص تمام. ها تمام دحين بس على سحت ادرى ايش فوق الجسر الرابع دي في السايله الساعه 12 الليله الساعه 12 للحين رحلك رجاء. Thank you.
السلامه. قولي لها ما بصرتي. اه ابصرت طارق عن باب بيتي ايناس. اهو ودخل عندها لوحده. دخل عندها؟ ايوه. ما بصرتش دخل. قص بس هو اصلا هو بيحبها. يلا يلا اعتذري. يلا. سمعتي يا خبر؟ يقولوا ان طارق يحب واحده ثانيه. وماشيش يتزوج بلقيس. There was no sign of Tariq, despite our arrangement to meet. So I sat back and soaked in the unfamiliar sounds of the party next door. I began to wonder what was going on inside, and how his poor fiancée was feeling, when suddenly, there she was. مش أنا مصدقة. صدقي بس، هو بيحبني وأنا بين أحبه، ونعيش سوا لو ما نموت. ما تخافش معقول علش الناس؟ ما يهمنيش الناس. خذي هذا ليش؟ أهم شيء عندي هو مستقبلنا أنا وطارق. وكيف هتعيشوا؟ مادام إحنا سوا تصفي كل شيء، حتى لو نجلس في الشارع. كيف أنا؟ عروسة. هتفتقدش. وانا كمان. انت طيبة بتستاهلي كل خير. الله يكون في عونش ويساعدش. الله يلعنك يا طارق. لا تنكرش، انا سبسروك وانت داخل بيتها ما بتستحيش. ما دخلتش بعد ما حرف على المشهد. مشوا على ايش؟ مشوا عليا اخي سارت. ما حابه بتقول مشوا عليا ولا هتقول مشوا على خطيبتك والكل، ودحين عايشه معذبه. يو الانانيه اللي فيك. انا اناني؟ انا انتوا كلكم اختلطتوا من الزواج. دحين تقول انه انا اناني. ما حش غضبك تتزوج يا طارق. انت قل...
لك على مرة ولقينا لك أجمل وأحسن وأذكى بنت في صنعاء وانت وافقت عليها. أنت ما بش لك كلمة سمعت بنا الخلق. طز ما بنحش بلقيس حكش. عتحبها وعتكبر مع حبها مثل الناس كلهم. أنت داري أنك بتجرحها وما بش لها ذنب. هات الشيء يضحي بسعادة مستقبلي يعني بدي أحافظ على مشاعرها. هو لصالحك يا حمار. أنت أعمى أو مالك؟ أين المنقشة؟ المنقشة من بنت الناس والأصول؟ أين الثرى من الثريا؟ ما رأيك ما عرف على أبي لو يدرى؟ طز استحي على نفسك يا وسخ. أنت يا الوسخة ما وصلت اشتي على واحدة الطرش بتفتخري بهذا الأدب وأنت ألعن واحدة. أنا؟ تخليش إن أنت ما أدب فرأس وأنت متكبرة. صح إيه ناس منقشة لكن هي أدب مثلي مثلش وما خلقك مثلنا. لا تقوليش ما العيب العيب عليش أنت وعلى أنانيتش. عمرك ما تحس بالسعادة معها أبدا. هتدمر حياتك وتعيش طول عمرك معذب. عمرك ما هتحس بالسعادة. هتبدع بأهلك وكل من يحبك. هتندم يا طارق. Tariq's absence all evening could only mean one thing. He was in serious trouble. I wasn't quite sure to what extent, but I sensed a life-changing event was about to happen. His hesitation in going through with the wedding to Bilqis was obvious. But when people get married here, it isn't simply between the bride and the groom, but between the families. It's such carefully thought-out unions that enable families to grow in respectability and reputation. Al-Sima is the word they use, meaning that which is heard. After all, people talk. Neighbors talk, friends talk, and this is, no doubt, what people will talk about tomorrow in the garden square. In a feeble attempt to protect the sima of another friend, I packed Ravi's belongings as requested. The streets were unusually quiet and empty, and even the moon and stars seemed to be in hiding. I found it hard to believe that hundreds of people were behind these thick stone walls. The silence was deafening. Occasionally, I would cross paths with someone and act normally. Salam alaikum. Alaikum assalam. Mumkin sura? Aywa, mumkin. But beneath my calm exterior, my heart was beating frantically. تمام شكرا. مع السلامة. مع السلامة. I couldn't stop thinking of Tariq and what he might be up to. His dilemma was not an enviable one, and no matter what he decided to do, heartache was imminent. But I began to see things differently.
Maybe his inner turmoil had nothing to do with the battle between love and honor as I had initially thought, but rather the sudden realization of any adolescent of his own limitations. Federico! Ravi! Have you got my things? Come on, you're overreacting. You can never be too careful. Did you bring my passport? Yeah, passport, money, plane tickets, and some clothes. Oh, thank you. Where will you go? As far away from here as possible. Okay, good luck, my friend. Yes, you too. And thanks for everything. Okay, come here. Oh, you cannot hug a woman. Ravi, you're not a woman. Oh, yes, you're right. I almost forgot. Right, see you around, right? Inshallah. I laughed at the thought of Ravi going to the airport dressed in woman's clothing. I imagined him being taken aside to the female customs room and searched. And whilst trying to find my way home in the dark, it was then that I was startled by movement along the bridge. At first I thought it was Ravi again, since it was unheard of to see a woman alone at that time of night and without a chaperone. But this woman was different. It was Ines, alone, waiting on the fourth bridge. I watched as she waited, and waited, and waited. It was a long wait, and the person she was waiting for was nowhere in sight. Tariq remained at home. He decided that maybe his sister was right after all. Centuries-old family honor was too high a price to pay for his own worthless happiness. He had made a mistake. A painful mistake. An unforgettable mistake. All he could do now was pray for forgiveness. But Ines could never accept this fate. Each night, a little before midnight, she would pack her bag and set off towards the fourth bridge where she hoped to meet Tariq. Occasionally, the jovial echoes of a distant wedding party would make her wonder whether the groom was Tariq. But regardless, she kept on walking and kept on hoping. And once she arrived at that bridge, like a ritual, she would wait. As night passed and the early signs of daybreak appeared, Ines would turn back and head home. But despite each nightly heartache, she knew that one day Tariq would come for her. If not today, then maybe tomorrow. And with this thought in mind, Ines would wake up each morning with a smile, eager to embrace a new day in old Sana'a.